في عالم تتوجه فيه الأنظار نحو مستقبل التغيرات المناخية، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها المناخية العالمية من خلال التعاون والمبادرة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. في الحقيقة اليوم نظمت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مؤتمر الحوار الوطني 11 تحت رعاية كريمة حقيقة من وزارة التغير المناخي والبيئة ممثلة بوزيرة البيئة معالي مريم المهيري. شركة الإمارات حقيقة وضعت استراتيجية واضحة ابتدت من عام 2023 إلى 2027 إن شاء الله. من ضمن هذه الاستراتيجيات أن نحن نبدأ نغير أسطور مركبات عندنا إلى سيارات كهربائية وسيارات هجينة لنواكب الاستدامة في مع تطلعات وقيادتنا الرشيدة في هذا الجانب. أيضا في جوانب أخرى مثل الاستدامة عن طريق الطاقة البديلة والطاقة المتجددة مثل الكهرباء، ونحن الحمد لله في شركة الإمارات فزنا في مناقصة الكهرباء لهذا العام لمدة عام تكون طاقتنا متجددة إن شاء الله. فالحوار الوطني يساهم في للنقل طبعا الخاص في السكتر أو القطاع اللي نحن فيه في التحول إلى سيارات صديقة للبيئة. القطاع العام والقطاع الخاص جزء لا يتجزأ أصبح اليوم، ونحن كشركات قطاع خاص وقطاع شركات مساهمة لزاما علينا أن نواكب ونتماشى مع استراتيجيات اللي وضعتها الحكومة الرشيدة في جانب الطاقة المتجددة والاستدامة لأجيال القادمة إن شاء الله. طبعاً إحنا متواجدين في النسخة 11 من الحوار الوطني الطموح المناخي واللي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة. خلال هاي النسخة نحن نركز على بناء قطاع نقل مستدام في الدولة، ونتعاون في هذه النسخة مع مؤسسة الإمارات للقيادة. طبعاً قطاع النقل قطاع مهم يلعب دور كبير في خفض الانبعاثات في الدولة، واللي هو يتماشى مع إعلاننا مؤخراً بخفض الانبعاثات 40% بحلول العام 2030، وذلك خلال تقرير النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات. خلال هذه النسخة من الحوار وقعت ويانا 15 شركة جديدة تعهد بخفض انبعاثاتها، وهالشيء يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وطبعا هذا الشيء يرفع عدد الشركات اللي شاركت في التعهد والالتزام إلى أكثر عن 100 شركة من مختلف القطاعات في الدولة. I think it's a great event that hosts a lot of important stakeholders here. أعتقد أنها فعالية رائعة استضافت العديد من المهتمين في الصناعة من المنطقة لتحقيق الحد من الانبعاثات الكربونية. وأعتقد أن معالي الوزيرة تحدثت عن وضع دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في الحد من الانبعاثات الكربونية وأهدافها الطموحة للعمل المشترك عبر القطاعات. كان حقا أمرا مثيرا للإعجاب. Eventually here being a north star for the region.